وين زعلتي انه كان لك دعاء لم يستجب لدعائك الرب؟ يوم كنت ضل صلي انا وصغيره، انا واختي واختي، ولا يوم طلبنا الغنى، كان دائما اقول له يا رب ما تحرمنا من بعض، وانه على اساس خيي جوجو بده يشفى. كنا ناطرين الاعجوبه، لكن الاعجوبه طلع الموت. اي متى حسيتي حالك ممكن تبطلي مؤمنه وتتجهي الى الالحاد؟ باي لحظه من اللحظات؟ بتمنى الموت قبل ما تصير، قبل ما احس هالاحساس. عندما توفي خيك كنت دائما تصلي واملك، ما فكرتي انه تتوجهي للالحاد؟ بلا، كان عندي ملامي للكل، وخاصه لأمنا مريم، لانه هي كانت ام عظيمه بحياتي، ام حسيت فيها بكل لحظه بحياتي. يمكن الناس بيقولوا عم بتبالغ، بس عن جد امي مريم كانت عودت لي اشياء كثير، عودت لي، كانت شغله حلوه بحياتي. هون قلت لها، هون قمت عتب عليا هي لاني بحبها. قلت لها يعني مستحيل تعملي فينا هالقد، ليه هالقد نحن، ليه هالقد؟ لا كثير هالقد. خلص شايتي خلقيك؟ أمول معروف، شكرا. خليها حدك. لا زعلت، يعني ما كنت حابة أضعف. لا تعتبري الدموع ضعف ولا ولا فشت خلق؟ تعبتي، بعرف تعبت من الحكي. فينا نغير الحديث، بس بدي بس شغلي صغيرة، إنه بتعتبري إنه هو الدموع اللي نزلوا هلأ أعطوكي براءة ذمة على كل الاتهامات اللي عم بوجه لك؟ مع احترامي لك ما بيهمني. لولا سعد